للشارجة الآن خطرة، هذه ممكن خطرة جول، ممكن العرضية بالفعل، العرضية خطرة جول أمام. نعم هذا مكان فاندرلي، هذه خطورة فاندرلي، يسجل الآن هدف التقليص، يسجل الآن هدف التقليص، عرضية جميلة من البديل ورا السين. لكن كيف ستكون هنا؟ فاندرلي الآن ينطلق باتجاه المرمى، فاندرلي الله لماكسويل، الله يا له من لاعب، يا له من نجم، يا له من ملك، يا له من فاندرلي، يا له من سانتوس، يا له من خناص، يا له من هداف، يا له من لاعب كبير. انه اللي ودرلي من الجانب اليمين، حاولة قدم ودرلي خطير، هذه ودرلي يسدد بالجول، جول جول، بداية اللعبة هدف، بداية اللعبة مؤشر هدف، بداية اللعبة فيها خطورة، فيها حس تسجيل، فيها أيضا هدف. ولكن أول أهداف اللقاء عملها البرازيلي، عملها البرازيلي في حراسة أربعة من مدافعي نادي الجيش. فاندرلي اللاعب البرازيلي الموهوب عدى ومر وفات، وتحية خاصة منه لعشاق النادي العربي في كل مكان. سابع أهدافه هذا بدوران من رزاق، الله عليك. هنا كان في ضربة جزاء أو فاول لم يحتسب، هنا كان في شد لم يحتسب، عدل مرة وفات، وفي النهاية شاخ ليسعد العربوية في كل مكان بهدف جميل جميل جميل. كل ثقة، كل إصرار، كل تحدي، فاندرلي بصوت مثل هذه المساحات، وكرة لدى عبد العزيز حاتم وتتحط جول. مارسينهو القديم والجديد بجانب الملك القطراوي يعطي كرة، أوه جول للعربي، فاندرلي عنده الجديد، الشاطر بمليون، غلطة الشاطر بجول وبكرة. شار كرة فيها محاولة فرصة للتقليص، وصلت إلى فاندرلي يسجل الهدف الثاني، هدف ثاني يأتي لمصلحة النادي العربي، هو الثالث، هو الثالث الآن، 5-3، 5-3 هنا من خلال إحداث في هذا اللقاء، وفاندرلي يسجل، يضع الكرة في الشباك، يعلن عن التقليص مرة أخرى، تصبح الأمور لثمانية أهداف في هذه المباراة، 5-3. أمامية الثاني من جديد، سعود الخاطر، برافو يا ولد، وبالرأس تاني ميزة، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، عملوها فاندرلي. بص شوف فاندرلي بيعمل إيه، عملها العربي وحول الأحلام إلى حقيقة، حلم تحول إلى حقيقة، روعة إيه، متعة إيه، العربي في اللحظات الأخيرة عمل اللي عليه، ورجل اللقاء الأول بعدما سجل الهدف الأول، وأنظر ليسجل الهدف الثاني في هذه العطلة، هذه كرة ملعوبة، هاتريك لفاندرلي، رباعية كبيرة يا عرباوية، فاندرلي ما هذا العطاء، فاندرلي يسجل الهاتريك الآن، فاندرلي يسجل هاتريك، فاندرلي في مباراة كبيرة جدا، في مباراة كبيرة للكبير، في مباراة كبيرة للكبير، فاندرلي يسجل فيها الهاتريك. شوف الكرة مرة ثانية، فاندرلي حط الكرة في المرمى، رابع ورباعية جديدة،
في مرمى قطر بعد رباعية السد، رباعية العربي الآن، وعبر فاندرلي، فاندرلي أخذ الكرة وسجل الهدف الرابع. مر عمر في المرمى، وعلى ذلك يامن أن يسجل الملك هدفا ثانيا وأن يستغل هذه السيطرة. عمر جمعة ربيع، الله الله، هذه لعبة خطيرة وفرصة جول. إنه الهداف، إنه فاندرلي بعد عمل ممتاز من جانب عمر جمعة ربيع للهداف. فاندرلي فعل كل شيء مع الملك إلا أنه لم يسجل اسمه في مواجهات الديربي، ها هو الآن يفعلها. ما بقي نظيف في أربع مباريات شيء حلو. محاولة الآن، محاولة التجديد، جول جول. واندرلي واندرلي واندرلي، يا ساتر يا لطيف، المعلومة وراء هدف، المعلومة وراء ولو في ثلاث حراس في المرمى، عد اللي تبغيه، يقول اللي تبغيه، اي اسم اوروبي كان، اي حارس مرمى في اي زمان في اي مكان ما يسد الكرة هذه اطلاقا. واندرلي واندرلي واندرلي، واحد 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 واحد، المباراة تعود.